مساء الفل عليكم، واهلا وسهلا بيكم مع وصفة جديدة من مطبخ نهاية فاروق. النهاردة هنعمل الفراخ المشوية بطريقة سهلة جدا. لو انتي اول مرة تدخلي المطبخ ان شاء الله هتعمليها وهتعجب كل البيت بإذن الله. امشي معايا خطوة بخطوة وبإذن الله هتطلع حلوة قوي معاكي، وهتطلع احلى من الفرخة بتاعتي كمان، انا متأكدة. هنعمل معاها كمان الرز الابيض، وهنعمل صينية البطاطس، هنعملها من غير ولا نقطة دهون. ايوة بجد، لو انت عاملة دايت، لو انت بتحافظ على جسمك، لو انت بتروح الجيم وعايز اكلة حلوة ومتينة ومش هتضرك طبعا وما فيهاش كالوريز كتيرة ولا دهون. هنعمل طبق السلطة الحلو البسيط خالص ده، خيار وطماطم مقطعة. هنعمل البطاطس بالخلطة الرهيبة دي، هي نفس خلطة الفراخ، مش هنرمي ولا حاجة النهاردة. خليكم معايا خطوة بخطوة، هنعملها بمكونات اقتصادية جدا عندنا كلنا في البيت. يلا بينا نبتدي مع بعض. اول حاجة انا معايا فرخة حوالي كيلو ونص، مش هنجيبها كبيرة يا جماعة عشان خاطر تستوي معانا وتبقى جوسي وجميلة كده ولذيذة. هنعمل الاول محلول النقع بتاع الفرخة، ده عبارة عن كمية من المية نحطها في بولة، هنضيف لها ملعقتين كبار ملح وملعقتين كبار سكر وملعقتين كبار خل. محلول النقع ده هيخلي الفرخة بتاعتي من ناحية هتبقى طرية جدا، بيطريلي لحم الفرخة خالص، هيخليها برضو جوسي قوي معايا بعد الشوى. من ناحية تانية برضو هيضيع اي ريحة ممكن تكون في الفرخة عندي. ممكن محلول النقع ده تبيتي الفرخة من بالليل فيه، او ممكن تخلي الفرخة فيه حوالي ساعتين، يعني اول ما تصحي من النوم اعملي المحلول ده مثلا وحطي فيه الفرخة لغاية ما تعملي حاجاتك بقى، وبعدين تروحي تاخديها وتحطيها في التتبيلة اللي هنعملها دلوقتي. المهم خليها منقوعة حوالي ساعتين، ولو وقت اتضيق عادي ممكن تنقعيها لمدة ساعة برضو. المهم عايز اديكي فكرة ان هي كل ما هتقعد في المحلول ده هتبقى احسن، وهتبقى قطرة، وهتبقى حلوة قوي، وريحتها كمان هتبقى خطيرة. تمام، انا سبتها كده، بقولكوا هسيبها منقوعة كده ساعتين. دلوقتي هنعمل الخلطة بتاعة تتبيلة الفراخ. دول 3 فلفلات صغيرين انا قطعتهم، ودول بصلتين متوسطتين انا قطعتهم مكعبات، ودي 3 حبات طماطم انا قطعتهم، ومعايا ملعقة كبيرة ثوم مفروم، عندي ملعقة كبيرة خل، ملعقة كبيرة كاتشب، ملعقة كبيرة مايونيز، وعندي ليمونة، وعندي ملعقة كبيرة عسل نحل. تمام، هنجيب الكبة الحلوة بتاعتنا كده ونحط بقى الحاجات بتاعتنا. اولا هنضيف الطماطم المقطعة، بعدين هنضيف الفلفل اللي احنا مقطعينه برضو مكعبات، بعدين هنضيف البصل اللي احنا مقطعينه برضو مكعبات، وهنضيف ملعقة الثوم المفروم، هنضيف الملعقة كلها. كل الخلطة دي هنحطهم مع بعض في الكبة. انا هعصر كمان الليمونة بتاعتي، لو في بذر في الليمون طبعا يفضل ان احنا نشيله، هنعصر الليمونة كويس. كل الحاجات دي هنحطها في الكبة بتاعتنا، هنضيف برضو الملعقة الكبيرة خل، وملعقة كبيرة كاتشب، وملعقة كبيرة مايونيز. المايونيز بيدي طراوة وبيدي لذاذة كده للفراخ عموما، انا بحبه قوي في اي حاجة للفراخ صراحة، يعني بحسه لذيذ ومزز كده وبيدي طراوة حلوة قوي للفراخ. ملعقة الكاتشب، هضيف كمان ملعقة عسل نحل، برضو عسل النحل بيديها لذاذة كده يا جماعة، وبيعلي القيمة الغذائية طبعا، وحلو قوي يعني بيخلي الفراخ برضو طرية. هضيف ملعقتين كبار زيت، ملعقتين، كل الحاجات دي انا هضيفها في الكبة وهضربهم كويس قوي، وهضيف ربع ملعقة ملح، مش اكتر من ربع ملعقة.
انا بقول لكم ان انا هضرب كل ده في الكبة، هفرمه جامد قوي يعني، هفرمه ناعم خالص لغاية ما يبقى بالقوام اللي احنا هنشوفه دلوقتي عشان خاطر اتبل بيه الفرخة بتاعتي. وهقول لكم هنعمل ايه بباقي التتبيلة الخطيرة بتاعتنا دي. التتبيلة دي يعني انا في نظري التتبيلة المثالية للفراخ المشوية، ممكن تنفع لما تتبلي وراك فراخ او صدور فراخ او الفرخة الكاملة زي ما انا عملت معاكم النهاردة. هجيب التوابل بتاعتي اللي هحطها على التتبيلة دي، لو عندك خلطة توابل فراخ من عند العطار ممكن تضيفيها، ملعقة توم باودر، ملعقة كزبرة، ملعقة بصل باودر، نص ملعقة فلفل اسود، وربع ملعقة ملح، مش هكتر الملح يا جماعة، خلوا بالكو الفراخ من الحاجات الحساسة اللي بتشرب الملح بسرعة كده، بيبان عليها قوي الملح، فاحنا مش عايزين نحدقها جامد. طبعا بخلط التوابل كويس قوي في خلطة التتبيلة بتاعتي، تمام كده. هجيب الفرخة بتاعتي وهطلعها من محلول النقع وهصفيها كويس من المية، لازم اصفيها كويس من المية، انا ممكن اخليها كده مرفوعة ايوة حوالي دقيقتين كده، او هحطها في مصفى لمدة دقيقتين عشان تنزل كمية المية اللي فيها. انا عايزة الانسجة تكون متعطشة كده ان هي تتشرب التتبيلة لما احطها عليها، تمام. انا فضيت البولة وغسلتها طبعا مكان محلول النقع وصفيت الفرخة كويس، هحط الفرخة كده وهاخد التتبيلة الجامدة بتاعتنا دي هحطها جوه الفرخة كده في بطنها من جوه. بصوا هغلف كل سنتيمتر في الفرخة، هغلف كل العظم وكل الجلد وكل اللحم، كل حاجة تتخيلوها لازم تتغلف تغليفة متينة من الخلطة الخطيرة بتاعتنا. شايفين انا بحط بصوابعي من جوه ما بين الجلد واللحم عشان خاطر التتبيلة ما تبقاش على طبقة الجلد بس من فوق، لا انا عايزة اللحم يتشرب التتبيلة دي كويس عشان خاطر اللحم يبقى طعمه بطعم التتبيلة، تمام. حتى الرقبة بتاعت الفرخة برضو هنزل فيها برضو في الجلد، شايفين بنزل فيها برضو التتبيلة من جوه، انا مش عايزة ولا اي حتة في الفرخة ما تكونش متبلة كويس. كل ما هتفضلي تفركي فيها كده في التتبيلة وتتبليها كويس وتغلفيها كويس بالتتبيلة، كل ما هتديكي الطعم الخطير بتاع الشوى اللي احنا بنحبه برا البيت، وكمان صدقوني هتكون ألذ واطعم بكتير. جربوها وهتعرفوا اللي انا بقوله ده، تمام. بس انتوا اعملوها تكة تكة وخطوة خطوة زي ما انا بقول لكم كده، تمام. هتطلع معاكو اجمل فرخة مشوية ممكن تكونوا عملتوها، تمام. حاجة سهلة جدا، كل الخطوات دي صدقوني مش بتاخد دقايق معدودة معاكي. انا بحاول ادخل التتبيلة بتاعتي في كل حتة في الفرخة، يعني ما بين الجلد بتاع الدبابيس وما بين الجلد فوق، في كل حتة انا بدخل التتبيلة بتاعتي في الفرخة، تمام. انا غلفتها تمام، كل الفرخة كده بقت متغلفة بالتتبيلة بتاعتي. انا كمان هحط باقي، انا بقول لكم ان انا هسيبها في التتبيلة دي حوالي ساعتين، انت لو عندك مساحة او وقت ممكن من بالليل تبيتيها في التتبيلة دي، هتطلع معاكي في منتهى الجمال، هتطلع رائعة. كل ما تقعد في التتبيلة اكتر كل ما تطلع اروع. العمود ده اللي هوقف عليه الفرخة، تمام. انا هجيب صينية من صواني الفرن صغيرة، هحط فيها حوالي كوبايتين كبار مية مغلية، وهحط في المية المغلية كده شرايح من الليمون، وهحط كمان نص ملعقة ورق لورا، سوري لو عندك ورق لورا صحيح يعني مش مطحون ممكن تحطي برضو اربع او خمس ورقات، لما بتغلي في الفرن بتطلع الريحة الجميلة دي على الفرخة من فوق. هحط طبعا ملعقتين كبار خل، عارفين انا هحط ليه الخل؟ هحط الخل عشان خاطر الصينية بتاعتي ما تتسبغش ويبقى لونها اسود من غليان المية في الفرن، تمام. دي معلومة اتمنى تفضلوا دايما فاكرينها،
لو هتغلي اي مية في الالومنيوم لازم تحطي خل في المية. الخل ده بيخلي الالومنيوم ما يتظلمش معاكي، ما يحتاجش دعك معاكي بالسلكة. بصوا انا حطيت الفرخة في الصينية على العمود الحامل بتاع الفرخة، لكن انا حسيت ان رجلين الفراخ هتنزل جوه المية بتاعتي، شايفين المية حتى لونها اتغير، فانا طلعت الفرخة تاني. وهعمل ايه؟ انا هقفل رجلين الفرخة كده، هقفلهم كويس. انت ممكن تربطيهم بفتلة او بخيط وتغلفيهم كده بالفويل عشان يبقى شكلها برضو ظريف. الفرخة انا ربطتها كويس كده يا جماعة، الرجلين بتاعت الفرخة، عشان خاطر اقفل الفتحة اللي تحت دي شوية فما تغطسش معايا في المية اللي في الصينية. تمام، انا عايزة الفرخة مرفوعة تستوي على البخار، ما تستويش في المية. تمام كده، انا اتأكدت ان الفرخة بتاعتي مش لامسة المية خالص من تحت. بحط حبة تتبيلة كده، اغلف الفرخة تاني كويس في كل حتة فيها بقدر الامكان يعني. تمام، انا غلفتها حلو خالص كده. هاخد الصينية بتاعت الفراخ بتاعتي كده بالراحة وهوديها فرن البوتاجاز. انا مسخنة الفرن طبعا مسبقا يا جماعة، الفرن بتاعتي على 200 او 250 حسب سخونة الفرن عندك. خليها المهم تكون سخنة قوي معاكي عشان تنجز. حطيت الفراخ في الفرن. تمام، هقفل عليها. تمام يا جماعة، هاخد الصينية بتاعتي، هجيب صينية واحط فيها التتبيلة. تمام كده، احنا يا جماعة مش عايزين نهدر اي حاجة، يعني كل دي حاجات نعمة طبعا من ربنا، مش المفروض ان احنا نهدرها. هحط التتبيلة بتاعتي اللي فضلت من الفرخة جوه الصينية، وهضيف عليها دول 4 حبات بطاطس انا قطعتهم وغسلتهم كويس، وهحطهم في التتبيلة بتاعت بتاعت الفراخ. هغلفهم كويس، هحاول كده اغلفهم، هغلف البطاطس كويس. تمام كده، التتبيلة دي بصراحة خطيرة جدا جدا، هتخلي البطاطس معاكي بصراحة يعني روعة، وكمان صحية جدا، ما فيهاش اي زيوت ولا اي سمنة ولا اي مادة دهنية. انا ضفت كمان كوباية يعني مج مية مغلية للتتبيلة دي بتاعتي، عشان خاطر انا محتاجة كمية من السوائل عشان خاطر تستوي معايا في الفرن، لان لو حطيتها ناشفة كده مش هتستوي معايا البطاطس، وكمان ممكن تتحرق معايا في الفرن لان الفرن سخنة جدا. هضيف ملعقة من معجون الطماطم او من الصلصة، ملعقة كبيرة لتعزيز اللون. هقلبها كويس. تمام كده، ما تقلقوش السوائل دي كلها هتنشف معايا بمجرد ما على ما هتستوي معايا البطاطس، هتكون السوائل دي كلها اتبخرت في الفرن. تمام كده، انا بنضف جدران الصينية عشان خاطر ما تتحرقش معايا لان الفرن سخنة جدا. تمام كده يا جماعة، انا هدخل الصينية دي في الفرن بعد الفرخة بنص ساعة، لان الفرخة بتاخد وقت اطول من صينية البطاطس. فبعد الفرخة، الفرخة بتشاور لكم يا جماعة بدراعها اهي، بتقول هنا في صينية بطاطس جنبي. تمام، احنا حطينا خلاص الصينية بتاعت البطاطس مع الفرخة. الفرخة بتاعتي يا جماعة خدت في الفرن حوالي ساعة ونص بالظبط. بصوا بعد نص ساعة انا حسيت ان المنطقة اللي فوق دي من الفرخة اخدت اللون الجميل ده اللي انتوا شايفينه، فانا خفت لحسن تتحرق مني، رحت غلفتها بالفويل ان انتوا شفتوه دلوقتي. انا قصدت اطلعها بالفويل عشان اقول لكم الفكرة دي. انا غلفتها بعد نص ساعة من فوق، النص اللي فوق في الفرخة، عشان خاطر النص اللي تحت هو اللي ياخد كمية حرارة فياخد لون معايا زي اللون اللي فوق. اتمنى تكونوا فاهميني. الفرخة معايا استوت وزي الفل اهي، ما كانتش مستحملة معايا المسكة، يعني مستوية جدا جدا بره وجوه زي الفل. شايفين الفرخة حلوة قوي بصراحة، كان طعمها خطير، عجبتنا كلنا. هي مش مستحملة المسكة يا جماعة، انا يا دوب بمسكها عشان خاطر افرجكم عليها.
تمام، شايفين اللون الخطير ده؟ انا ولا دهنتها حاجة تانية ولا ولعت لها الشواية ولا اي حاجة، كل ده على النار بتاعت الفرن بتاعتي. تمام، دي الصينية بتاعت البطاطس بتاعتي، استوت خالص شايفين، ولا اي نقطة مية فيها فضلة. انا بس ولعت وده الرز الابيض بتاعي، انا عملت رز ابيض عشان خاطر الاكلة كلها النهاردة تبقى صحية. تمام، عايزة اقول لكم انا ولعت الشواية بس 5 دقايق بس، ويمكن اقل من 5 دقايق، عشان خاطر الصينية بس تاخد معايا يدوب لون. تمام، بقى لونها زي العسل كده زي ما انتوا شايفين. شايفين الفرخة، بوريها لكم تاني يا جماعة، حلوة قوي وخطيرة وجوسي جدا من جوه، طرية جدا كانت معايا. ودي صينية البطاطس الحلوة من غير ولا نقطة دهون. وده طبق الخيار مع الطماطم، ممكن تستبدلوه بطبق سلطة. الاكلة كانت صحية جدا، اتمنى تجربوها وتعجبكم. انبسطت معاكم النهاردة، واتمنى وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، واتمنى تدعموني وتشتركوا في قناتي.